في موكب جنائزي مهيب شيع التعز جثمان شهيد الوطن العقيد عدنان المحيى أحد ضباط الأمن السياسي وعضو لجنة التحقيق في اغتيال مؤيد حميدي مدير برنامج الغذاء العالمي في اليمن. وبحضور قيادات السلطة المحلية والأمنية تم الصلاة على الشهيد المحيى في جامع السعيد. هذه الأيادي التي لا تعمل إلا بالظلام وتفرع المواجهة، معركتنا مستمرة مع هذه الأيادي الباغية، وبإذن الله أن نصر للدولة وللوطن الرحمة لشهيدنا البطل. قد قدم الكثير لهذا الوطن وأطيل على يد العناصر الإرهابية، وإن شاء الله سيأخذوا جزاءهم. ونشكر الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية على ما بذلوه في هذه القضية، ونتمنى أن يقدموا المزيد والمزيد لملاحقة بقية الشرذمة الموجودة داخل المدينة، وإن شاء الله سيأخذوا جزاءهم. ونظرا لتلك الأوضاع الأمنية المستقرة في محافظة تعز، فإن عناصر الإرهاب لم يرق لها تلك التحركات الأمنية ونجاحاتها، مما جعلها تترصد للشهيد لتغتاله في حي الجمهوري. طبعا هذا الاستهداف أتى بعد نجاح قوات الأمن في القبض على قتلة مؤيد حميدي القائم بأعمال برنامج الغذاء العالمي بتعز. هذا النجاح أغاظ البعض، فقاموا بهذه العملية الإجرامية باغتيال الرائد عدنان. نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته ولزملائه في الأمن السياسي وفي الأمن العام. تقول السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة أنها لن تقف مكتوفة الأيادي أمام ما تعمله تلك العناصر الإرهابية من اغتيالات مستمرة بحق أبناء تعز، وأنها على يقظة وجاهزية عالية في ردع هؤلاء. أحمد مكيبر، قناة سهيل، تعز.